رجعنا لكم في البرايم تايم، مازلنا مواصلين معاكم في مدة الوقت اللي بقانا حتى للعشرة تاع الصباح كالعادة في الوقيت هذاك كيما تعودت معانا مع 9:30 كورونا في العالم. كورونا في العالم هذا وسيما نعملوا دورة في العالم وشوفوا أخبار الكورونا. أول أخبار باش نبدأ به اليوم هو أول عملية زرع رئة المصاب بكورونا. أعلنت الجامعة الطبية في العاصمة النمساوية البارح عن إجراء أول عملية ناجحة لزرع رئة لمريضة مصابة بكورونا في القارة الأوروبية. العملية صارت الأسبوع اللي فات. المريضة تبلغ من العمر 45 عام، كانت حياتها مهددة، على هذا تم تدخل الجراحي وهي قاعدة تتعافى بشكل جيد، وقال قالت أنه الحالة الصحية متاحة جيدة، قاعدة تتمثل للشفاء بعد ما تضرت الرئة متاحة برشا برشا جراء فيروس كورونا. دوك ذي أخبار يفرح بنا نبدأ بيها. يظل الطب تقدم برشا سيرتو كي نحكيه على زراعة الرئة، رو مش حاجة سهلة، مش حاجة سهلة. ديجا قالوا أن العملية بالكورونا كانت معقدة برشا برشا برشا، وكما قلت وسيمة كم المريضة هي بكورونا والرئة متاحة تعبة على الأخر. دوك العملية هي كانت معقدة لكن الحمد لله ناجحة. به مش تعديو الإسبانيا اللي تكشف تاريخ عودة استقبال السياح. هذا اللي قالت وزيرة السياحة، وقالت أنه ممكن للسياح من توا يعملوا غيزيرفاسيون لإسبانيا باش يمشيوا في جويلية الجاي، وقالت أنه الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين من المفروض أنه يتم تعليقه من هوني حتى الواحد جويلية، مش باش يكون فما الحجر الصحي لمدة 14 يوم. بيان سور نورمالمون باش يكون فما التيست متاع السخانة وكها وسامة، والعودة أوفيسيالمون توا الموسم السياحي في إسبانيا لو 1 جويلية. خبر صادم شوية. معناتها إسبانيا نعرف اللي هي من في المراتب الأولانية متاع عدد الإصابات، وما احنا كبيرة تعدت بها كيف كيف إيطاليا. دونك يظلي يعني هوني معناها إسبانيا تنجم تقول معناها بالخبر هذا، يعني كي تقرأ الخبر هذا سيطرت 100% على المرض، ما دامك أنت توصل سيي معناها تعمل أنونس باش العباد يجيوك لبلادك، معناها نورمالمون سي بون، معناها أمورك واضحة على الأخر. وتنحات الكورونا ما عادش فما عدد إصابات وحالات ديجا. اكزاكتو. شو وريك البلدان ولات تخم أكثر اقتصاديا توا؟ توا موسم السياحة زادة جاي، وسيما ناس تحب تدخل الفلوس، نعرفوا لي الاقتصاد برشا زادة تضر في البريود الأخرى. دونك الدول توا ماذا بها تدخل فلوس لماكسيموم باش ترجع السياحة ويرجع الاقتصاد والعجلة الدور ان جينيرال. باش نمشيو للبرازيل توا. البارح عدد الوفيات في البرازيل تخطى عدد الوفيات في أمريكا، سجلت 807 حالة وفاة البارح في البرازيل. عدد الإصابات وصل ان جينيرال 347,898. الأمور قاعدة تسوء في البرازيل وعدد الإصابات قاعد يطلع. الولايات المتحدة البارح سجلت 532 حالة وفاة، باركونتر البرازيل توصل 807، معناها العدد فريمون أكثر وحدة البارح سجلت، أكثر بلاد سجلت عدد وفيات البارح هي البرازيل. يمكن في فترة سابقة كنا نحكي على البلدان الأسيوية والأوروبية في عدد الإصابات الكبير في الكورونا، لكن في الأسبوع الأخراني الأسبوع اللي قبل بدينا نحكيوا على أمريكا اللاتينية اللي في كل مرة نسمو بلاد قاعدة توصلها معناتها اليوم معناتها الإصابات على الكورونا وصل لخمسة قارات وستة قارات وصل لهم اكزاكتو. فمش بلاصة بخاتيكمون احنا كل مرة نتنقلوا من بلاصة وسيما نحكي عليها، فمش بلاصة بخاتيكمون ما وصلت لهيش الكورونا، معناها برشا بلايص تضرت، وإحنا كل مرة نركزوا على بلاصة اللي هي الأكثر تضرر بيان سور نحكيوا عليها. كما قلنا الولايات المتحدة البارح سجلت 532 حالة وفاة، عدد المصابين ان جينيرال بكورونا يرتفع المليون و662 الف في الولايات المتحده الامريكيه، رقم كبير ديجا. بيان سور فرنسا تحتل المركز الرابع من حيث الوفيات، هذا اوفيسيلمون اللي خرج بعد الولايات المتحده وبريطانيا وايطاليا. تجي فرنسا ومن بعد اسبانيا. فوالا معناها فرنسا سبقت اسبانيا بعد التحيين اللي صار، دونك فرنسا تولي في المرتبه الرابعه اوفيسيلمون. روسيا سجلت 153 حاله وفاه خلال 24 ساعه اللي فاتت، وهكا ترتفع الحصيله ل 3541 حاله وفاه، وعدد الاصابات اجمالا ارتفع ل 344481. هذه الامور في روسيا، برشا ناس وسامه في روسيا قاعده تشكك في عدد الوفيات، قالت
اللي السلطات مش قاعدة تعطي في الأرقام صحيحة، لكن نحن نقرأ لكم بيان سور الأرقام اللي موجودة. أون جينيرال حسب ما قالوا السلطات غادي 3541 حالة وفاة موجودة في روسيا. بالنسبة لليابان، اليابان تعلن السيطرة على انتشار كورونا وترفع حالة الطوارئ، وهكا اليابان تعلن بيان سور انها سيطرت على المرض هذا في اقل من شهرين. نذكروا ان اليابان سجلت 16600 اصابه و839 وفاه. فوالا هذا بالنسبه لليابان اللي كيف كيف زاد تعلن السيطره على المرض هذا. معناتها ولينا نحكيوا البلدان الاسيويه قاعده تسيطر، بلدان امريكا اللاتينيه وشويه الاوروبيه مازال ديجا تعاني من الفيروس هذا. اكزاكتومون. نختموا اليوم مع بريطانيا اللي اعلنت فتح الاف المتاجر والشوارع الرئيسيه والمتاجر الكبرى والمراكز التجاريه الشهر القادم اعتبارا من 1 جوان. في بريطانيا برش حاجات باش تبدا ترجع بشويه بشويه بعد فتره صعيبه لبريطانيا. بعد فتره صعيبه هما ديجا معناها ما وصلوا وقفوا الدنيا والعبيد قعدت في الحجر الصحي كان ما صارت الكارثه معناها غادي وبرشا ناس مرضت ورئيس الوزراء مرض وبرشا حاجات، دونك ماذا بهم يرجعوا العجله في اقرب وقت ممكن في بريطانيا. واضح كانت هذه كورونا في العالم. شكرا لك. كورونا في العالم.